تخيلي ان انت قاعده على الفيسبوك ومره واحده جاتلك دعوه، تمام؟ فتحتي الدعوه دي لقيتي ان حبيبك عامل لك دعوه لفرحه، هتعملي ايه؟ هقول له احيي. لكن انا ما شفتش حاجه اصلا. راح اكسر عليه الفرح. اسود ده ليه يعني؟ انا فرحي بكره. ممكن اهوته اصلا. تروحي تباركي له؟ اه هبارك له وابارك لها واضربهم وعايزه هزعل. يولا عادي، هعمل له ايه؟ هعمل له بلوك. والله مش عارف اقول لك ايه بالظبط. ايه؟ هروح اجيب مراته من شعرها. اروح احضر الفرح، هيص لي شويه كده واروح. والله مش عارف، بس الموضوع صعب الصراحه. ممكن اقتل نفسي تقريبا. هروح بجبروتي عادي جدا. عايزه تحضري الفرح؟ جدا. تاكلي من الجاتو؟ ايوه شكلي احلى منها اصلا. يعني الخطوه اللي هاخدها اعمل لها بلوك. بعدين هشيل بلوك عشان اتفرج على الصور بتاعتها هي وخطيبها. طبعا هروح الفرح همسكها من شعرها. وطبعا كلم صاحبتي اروح له بقى طب على الفرح. لا بجد اروح له طب على الفرح بقى و... ايه ده؟ لا حبيبي لا لا، يعني كل احنا لسه ما فكشناش. اروح اضرب العروس والقلم. طبعا هروح الفرح وافضحه. احنا سنجل اصلا ما نعرفش بقى. لا اكيد يعني هقول له طز فيك يعني اسمع. هحبه قوي. مش هعمل حاجه، هروح عادي واتبسط اشرب حد من صحابه. مش هادف والله يعني. هرقص معاه. يا عادي مش هو عزمني كصحاب، انا اروح كصاحبه برضو عادي. هروح عادي يعني، هو سلم عليها يعني. هتروح فرقها؟ اه هروح عادي والله. الف مبروك عادي. هتعمل ايه معايا؟ عادي اسيبها، ممكن صاحبتها تبقى فاضيه يعني. هعمل ايه؟ مش عارف حتى ارد عليكي. سايبها بقالي اكتر من 7 سنين، فلو حتى عرفت ان هي فرحها بكره لا سهل. لا ما عنديش اكتر من اسمها نسيم عادي. قول في ده يا عادي. مش هتكلمها؟ ينفع؟ لو خطيبها يوافق انا ما عنديش مانع يعني. تاخد بطاقتك منها ازاي؟ هاخد بطاقتي منها ازاي؟ هخش عليه على البروفايل بتاع خطيبها هو واعمل له بلوك. لا كلبه وغار.